بين سنتين لثلاثة، مزبوط مثل ما عم نحكي؟ نعم حبيبتي، بين عمره بين سنتين وثلاث سنوات. اوكي، بهيدا العمر اكيد في امور بقلبها، يمكن قصص بتخليهم يضل يفوت على التواليت، يضل عم يعمل بول. هلا بالاجمال الولد بيشرب كمية مي اكثر من الشخص الراشد او الكبير، دونك ما لازم نعطي الهم اذا عم يعمل فريكوينت يورينيشن، عم يفوت كثير، يعني عم يعمل كثير بالحفاض. هلا اهم شغله نعرفها الشوكولا، لانه بقلبه كافيين، وبتعرف الاولاد بهيدا العمر بنعطيهم كثير بسكويت شوكولا، هيدا الشيء ممكن يكون من الاسباب يلي بفوتهم على التواليت اكثر. كمان مشكله البول، ولد بعمره عنا الخوخ المجفف، عنا البنان الموز، عنا الاناناس، كمان التفاح. أوكي. بعرف كثير من الانواع الفواكه لازم كثير نجرب نخففها اذا عم بيكون عن جد البول اكثر من طبيعي. اذا كان طبيعي يعني كل ساعتين ثلاثه عم يعمل هيدا الشيء، ما بخوف يعني، حرام انه نقطع له الموز والتفاح ما يكون شكرا سبب. حبيبتي شكرا، تكرم عينك. هلا وسهلا ايناس. شكرا حبيبتي، شكرا لاتصالك. الا معك. ابنك عم بيقول له انه عم بيقول لي انه في بنت عمرها 8 سنين، نعم، ما بتفوت على التواليت غير ما يقولوا لها لازم تفوتي على التواليت. قصدك لنقول يعني سل او كبول؟ يعني بول كبول. لا هون اكيد في شو المشكله؟ اكيد هون في مشكله، ما بفوت على الحمام يعني، يا ما بتشرب مي بالمره وهيدا الشيء بقدره لمره او مرتين باليوم. أوكي. يا بكون عندها مشكله بالبلادر بالمبوله. أوكي. يعني اليوم نحن عندنا المبوله سفنكتر بيقولوا له، هون الحكيم لتشخيص الحاله ليه ما عم بتفوت على التواليت، او للاشخاص اللي كثير بيعملوا بيبي يعني كثير في بول، هون بدهم يروحوا عند حكيم. الحكيم بيعمل بهيدي الحاله تشخيص لحالتهم، اول شغله بيطلب فحص بول. نعم. وبفحص البول بيتاكد كمان اذا في التهاب او لا، بالاضافه للبول او لا، بالاضافه بيطلب من الشخص يوقف ويصعد ليشوف اذا على الصاله كمان عم ينزل بيبي او لا. في كمان طريقة تانية اسمها سيستماتري، السيستماتري بيشوفوا الضغط يلي ريليتد بين الميوسكل وبين الأنسجة وبين كمان الأنبوب تبعول البول وغيره. أوكي. هلا بين هول الحالتين ما بين معه شيء للحكيم، بيضطر بيطلب شيء تاني اسمه ام ار اي. حسين، الو مساء الخير، كيفك حسين؟ مصر. اهلا وسهلا، كيفك؟ يعطيك العافية. الله يعافيك. بدي احكي مع الدكتورة لو سمحتي. ايه تفضل تفضل، يلا رامونا معك. اهلا وسهلا حسين. الو. ايه حسين تفضل، رامونا معك. ايه دكتورة مساء الخير. مساء النور. بدي اسألك، في عندي مشكلة أنا بقضية البول. نعم. هلا بالنهار أنا بول يعني مرة أو مرتين بالنهار، بس بالليل كل ساعة ساعة ونص ساعتين على ابعد حد يعني عم فوت على الحمام. شو ممكن نعمله يعني؟ حسين بالاول عندك سكري او لا؟ لا ما عندي سكري، ما كثير يعني بال 170 160 مش اكثر. 170 160 مريض سكري معناتها. هلا رح اقول لك شغله، ما تخاف حسين لانه بتعرف هلا عم بحكيك على الهواء، ما معي فايلك ما معي شيء قدامي، بس بالاجمال اول شغله نحن بنطلع عليها اذا واحد عنده كثره البول خاصه بالليل، لانه بالليل بحاله السكري بصير هذا الموضوع. انا بطلب منك تعمل مخزون السكري، لانه السكري بالدم المجموع تكون اكثر من 140 معناتها مريض سكري، هون لازم ننتبه. اوكي، خاصه اذا ما عم تاخذ دواء وما عم بتتابع الموضوع. هلا حسين، في ادويه معينه اوقات بتخليك تفوت على الحمام، مثل ادويه الضغط اذا بحال انت بتاخذ ادويه ضغط، مثل ادويه مضاد حسين بعدك معنا؟ لا لا ما اوكي. لكن حسين انا بطلب منك شغله، هلا اذا بتتابعنا ضمن الحلقه رح احكي عن كل الاكل يلي بيزيد انك تفوت على التواليت، بلس المشروبات يلي لازم نمتنع عنها لفتره كمان تتريح المبوله، بلس حسين بالليل من بعد الساعه اذا بدك 7 أو 8 حاول ما تاخذ شاي حتى لو كان شاي اخضر، لانه بقلبه كافيين والكافيين بفوتك اكثر على الحمام، بلس بالليل حاول قد ما السكر بيعمل اريتيشن يعني بخبط على المبوله وبتصير تفوت اكثر. تكون هيك شوي استفدت من هالمعلومات اللي عطتك اياهم رامونا. رامونا خلينا نحكي عن هل في انواع بهالحاله هيدي وشو هي اسبابها، هيك نحكي اكثر عنها. نانسي الاسباب هن ثلاثه. في عنا اول سبب شيء اسمه او اي بي، يعني اوفر اكتف بلادر، يعني مبوله كثير حركه.
هيدا الشيء اجمالا هون اكيد الحكيم بشخص اذا واحد عنده او اي دي. بهيدا الحاله الشغله اللي بتنطلب من الشخص انه بليز انه ما تشربوا المي على وجبه واحده. يعني لما الو مرحبا. الو مرحبا. اهلين كيفك؟ شو اخبارك؟ ماشي الحال؟ تفضل يا سمير. تفضل سمير، شو عندك سؤال بتحب تسأله لرامونا؟ لا مش سؤال، بدي اقول لرامونا، بدي اقول لرامونا انه كل يوم عم نسمع شيء جديد على الحفلة، انه الولد لما بياكل تفاح بياكل شوكولاتة بياكل هاد بيروح على الحمام اكثر، والرجال كمان لما بيشرب شاي كثير وبيعمل شيء انه بصير هي ممكن المرأة بكون في عندها شيء انه لما الرجال بننام معها بكون يمكن هي سبب جرت على الحمام. اوكي انا بدي اقول له مشان الدراسات رح جاوبه لسمير. بقول له لسمير انه اليوم نحن بحلقه ببيروت للتغذيه عم نحكي عن حاله عدم التحكم بالبول. يعني انا دائما بنادي عملنا حلقه عن نحن اليوم عم نحكي عن حاله عدم التحكم بالبول، وهون انا لازم قد ما بقدر خفف الكافيين. كرمال هيك حتى نحن كاخصائيين ممكن اليوم نحكي شيء وبكره بالدراسات يلي عم يجوا من اهم جامعات واهم مختبرات بالعالم، ان كان من المنظمه العالميه للتغذيه وان كان من هارفارد سكول، من كثير مطارح موثوقه. كرمال هيك انا في اقول له معه هيا تعطيني حلول لهي المرض. سوري انور ما سمعتك مضبوط. فقدان الشهيه. فقدان الشهيه قد ايه؟ لكن عمرك 18. قد ايه وزنك وطولك اذا بتريدي؟ وزني 40 كيلو جرام. وطولك قد ايه؟ 153. نحن لكينا اكيد بفئة الاندر ويت، يعني وزن ما دون المعدل الصحي. انور انت شو السبب؟ السبب انه ما عم تاكلي، ما بتتروقي، ما بتغدي عليك، معناتها الشخص واعي على حالته وعارف انه لازم يخاف على حاله، لانه بالنتيجه انوار انت ما عم تاخذي فيتامين دي منيح ولا كالسيوم منيح، يعني هذا الشيء بحطك انك تعملي ترقق عظم بعدين، بالاضافه كميه البروتين بالعضل غير كافيه، والبروتين لها فونكسيون لها وظيفه بجسمك، بالاضافه للنشويات يلي المفروض توصل على دماغك وتكون عم تقدري تفكري احسن وتشتغلي احسن، لانه اذا كمان وطيت بعد لا سمح الله بتفوتي كوما، يعني خلص بصير الدماغ بطل عم يشتغل مزبوط. والسبب يمكن ما بعرف، يمكن معدتك بتكون كتير صغرت، العضل كتير صغر فيها، يمكن لانه ما عم بتمرن حالك تاكلي تقريبا 7 لـ 8 وجبات صغار كتير باليوم. يعني انا مطرحك انوار اول شغله بعتمدها الفواكه المجففه لانه بتعطيكي حديد وبتعطيكي نعم. شكرا دكتورة، وبدي اياك يا تلميلي كثير كثير لبيلال، وقلت لك انوار نحبك بالذات بالذات. سوري شو قلتي انوار اذا بتريدي؟ قلت لك شكرا لتلميلي كثير لبيلال. بيلال بتسلم على بيلال. اوكي وصل سلامك. بدي اسالك رامونا بهيك حالة ما فينا